استني هنا، انت رايحه فين؟ اقعدي افطري. لا مفيش وقت يا بسبوسه، احنا لازم نمشي حالا. وانت كمان؟ طب كل اي حاجه مش هنلحق، بس لازم لما ارجع الاقيكي موجوده. اوكي باي باي. انا اتاخرت قوي على الشركه. معلش يعني ما جتش من يوم؟ عندي ميتنج مهم. اهم مني بس. لا طبعا. صباح الخير. صباح الخير. الولاد ما رضيوش يفطروا، خدوا سندوتشات ومشيوا. اه ما انا عارفه، هم جم صبحوا علينا، اصل احنا نمنا متاخر عشان كده صحينا متاخر. عليا. اي حبيبي. صباح الخير يا عمر. صباح النور يا ابو سعيد. انا اسف ما خدتش بالي. عاوز ايه؟ تحب اعمل لك ساندوتش ولا تفطر معانا؟ لا انا هاخد حاجه خفيفه. لا لا حاجه خفيفه ايه؟ تقعد تفطر حرام، انت بتتعب في الشغل. صح، يلا تعالى افطر معانا. اقعد افطر. عمري بيتاخر قوي. اوام زهقت من الوقفه معايا؟ ازهق. ازهق ايه بس؟ طب ده انا متهيألي بعد الجواز مش هبقى عايز انزل الشغل، هبقى لازق فيكي كده ليل نهار. عقبال يا رب كده ما يجمع غسلنا حبل واحد. نبقى نشوف ساعتها بقى كلامك ده هيبقى فعل ولا كلام وخلاص. انا برضو بتاع كلام عسل. احب انت احب. اختشي بقى، هتلاقي امر بيوقف لنا دلوقتي. طب بقول لك ايه؟ ليه؟ ما تروحي كده تشوفي في ايه وتطمنيني. اصلك مش فاهم، بصي هانم بايت عندنا، فتلاقيهم دلوقتي قاعدين يفطروا ويتسايروا بقى في مشاكلها اللي ما بتخلص. بصي هانم؟ تسلم ايدك يا حبيبتي. تسلم لي يا حبيبي. مالك؟ لا زورت بس. طب انا بقى يا دوب عشان الحق معادي في الشركه. طب اقعد كل عشان خاطري. لا انا كده تمام. خلي بالك من نفسك. ها وانتي كمان. بعد اذنك يا ابو سعيد. عيشة مش هتفطر معانا؟ لا هي متعودة انها تصلي الفجر وبعد كده هتفطر وترجع تنام شوية. الأكل حلو قوي. الله يكون في عون جنابك.